حالات التستر التجاري خطر يواجه الوطن أولا، ويحاول القضاء على جهود السعودة والتوطين والحد من البطالة. ولا أجدني مبالغا إذا قلت إن كل متستر هو فاسد يجب أن يعاقب بحزم، وأن يترك مكانه لمن يستحق أن يخدم هذا الوطن أولا. يعرف التستر التجاري وفقا لأحكام المادة الأولى من نظام مكافحة التستر بأنه تمكين الوافد من استثمار أو ممارسة نشاط تجاري لحسابه أو بالاشتراك مع غيره في محظور عليه ممارسته، أو لا يسمح له نظام استثمار رأس المال الأجنبي أو غيره من الأنظمة والتعليمات ممارسته. ويعتبر المواطن متسترا في حالة تمكين الوافد من استخدام اسمه أو ترخيصه أو السجل التجاري لممارسة النشاط التجاري. وزارة التجارة والاستثمار أعلنت مؤخرا عن ارتفاع قضايا التستر خلال عام 1438 بنسبة 93% عن العام الماضي، موضحة أنها بلغت 871 حالة، موضحة أن عدد الزيارات والجولات التفتيشية التي قامت بها الوزارة خلال عام 1438 تجاوز 14,000 زيارة وجولة. وفي هذا الإطار تعمل وزارة التجارة على تطبيق 6 إجراءات رئيسية لمكافحة التستر التجاري ضمن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري الذي تنفذه الوزارة ضمن برنامج التحول الوطني 2020، وذلك من خلال مراقبة مصادر الأموال عبر فتح حسابات بنكية للمنشآت التجارية وضرورة التعامل بالفواتير مما يقلل من الحوالات الخارجية، وتوفير معلومات دقيقة عن الممارسات التجارية المخالفة. لمناقشة هذا الموضوع يسعدني أن ينضم إلي في الاستوديو الكاتب والمهتم بشؤون المستهلك الأستاذ فيصل العبد الكريم. أستاذ فيصل حياك الله، نورتنا في أهلا. أهلا وسهلا، مساء الخير. موضوع كبير، وإشكالية الكبيرة إن كل سنة نناقش ونقول الوضع بيتحسن ويزداد سوء، ليش؟ عدة أسباب. أول شيء خلني أقول لك أنه يعني كثير من الناس أنا تفاجأت أنه ما يعرفون إيش معنى أصلا تستر. ممتاز، خلينا نوضح لهم. طيب، التستر هو أنه يكون مواطن يجلب أعماله يشتغلون على كفالته لحسابهم الخاص باختصار شديد. هو يأخذ عليها مقابل كل شهر أو كل نهاية سنة. الآن التستر عندنا على حالتين، كلام أبسطه بشدة حتى يكون مفهوم. أولا، في عمالة مثلا يكون عندهم رؤوس أموال فيبحثون أصلا عن شراء فيز ليأتون هنا معهم أموال يدخلون بيشتغلون لحسابهم الخاص في السعودية، في يتحايلون على أنظمة، لأنه تعرف أنت عندنا نظام مستثمر الأجنبي فيدخل البلد بطريقة نظامية، يكون تحت خاضع لأنظمة وقوانين البلد، البضايع اللي يشتغل فيها لابد أن تكون أيضا خاضعة لأنظمة البلد، فهم بيتلافى هذا كله، خلاص يجي على اسم شخص سعودي يتلافى كل هذه الأشياء ويفتح المحل باسمه ويشتغل. يجي مثلا على انه حلاق ميكانيك، لا يعني اشياء، خلينا نقول اشياء اكبر. اوكي، اي خلينا نقول اشياء انهم كتجار، هذا اللي قادر انه يشتري وكذا ويجي. الحاله الثانيه وهم الاكثريه، شخص يبيع فيز لعماله يجون على اساس يدورون لقمه العيش في السعوديه، بعدين يقول لهم اول ما يصلون انطلقوا يلا كل واحد يا دور لك شخص ينقل كفالتك وتدفع لي المبلغ الفلاني المبلغ وقدره، غير انه هو شرى الفيزا من هناك ويجي يدور هنا شغل يتوقع انه بيشتغل انت كفيله، او يقول له روح جيب لي مثلا 500,000 كل شهر، يتفاجأ ما يعرف البلد ينصدم، فيكون لقمه سائغه لكل من يعملون في هذه الممنوعات، ما له حل ثاني يعني، هو مضطر في بلد غريب جاي يترزق رب العالمين، تفاجأ انه لابد انه يشتغل علشان يوفر لهذا الكفيل هذا المبلغ وقدره. بعد ما يبدأ يشتغل يكتشف أنه في سلسلة لا متناهية من الغش والتلاعب، وأنها تحقق أرباح. هو اشتغل في البداية مضطر، ولكن بعد ذلك يشتغل بإرادته لأنه وجد أرباح هائلة. وسط تقاعس يعني، وآسف أقول هذا الكلام، من
شبابنا انهم هم اللي يبادرون للعمل في هذه الاشياء، يخلقون لانفسهم مبررات سوق كذا مدري ايش، فتكون الاسواق مفتوحه لهم. هالاثنين هذولي خلفهم متستر هم مواطن مع الاسف الشديد. الاسبوع الماضي دعمت وزاره التجاره، كنت معهم، مستودع يعبي طحين وسكر اشياء مسروقه تسرق في الطريق نقلها او تسرق من مخابز، عماله يسرقون من مخابز. وكان زعيم هذه العصابه يعطي كفيله شهريا 500 ريال. عرفت؟ وكفيله يعرف عن هذا الموضوع؟ بغض النظر، مجرد انك انت تشغل واحد تقول له روح اشتغل ما تدري هو وين، تقول له جيب لي نهايه كل شهر، هو أساء هنا للمواطن وللوطنية، أساء حتى لما تشوف كل هذه الحالات خلفها عمالة أجنبية عمالة مقيمة، أساء حتى للي يعمل بشكل نظامي. صار في عدائية بين المواطن والمقيم، أنه للمعلومية أغلب اللي يعني اللي يبلغون عن هذه الحالات تجار شرفاء وأيضا مقيمين شرفاء، هم اللي يبلغون عن هذه الأشياء. كيف تكتشفها أنت؟ لأنها أغلبها داخل أحياء عشوائية وكذا. ففي ناس يحبون هذا البلد، في ناس يبلغون هذا المقيم بشكل نظامي. كان عددهم كبير اللي صارت لهم المداهمة؟ يا أخي كل مداهمة فيها العشرات، يعني هذه المداهمة تقريبا 11 شخص عامل، وطلعون مبالغ ضخمة. هم إيش كانوا يسوون؟ الطحين المسروق؟ هو يسرق طحين سكر، هذه الأشياء تعبأ بأكياس بعلامات تجارية وهمية تباع في البقالات وكذا. ففتش عن المتستر أساسا وليس المتستر عليه. احنا بحاجة لأنظمة وعقوبات رادعة أكبر. يجيك الناس يقولون ليش مستمرة الحالة؟ مستمرة لأن القضايا مع الأسف لما تتحول من وزارة التجارة أو الجهات اللي تقبض وزارة العمل تتحول إلى الجهات القضائية تاخذ وقت طويل، في حالات كثيرة ما يتم التشهير فيها. طيب تاخذ وقت يا فيصل مو مشكلة، بس إيش القرار النهائي؟ هو المفروض عقوبة مالية وسجن وتشهير، هذا بالنسبة للمتستر. بالنسبة للمتستر عليه عقوبة مالية وسجن وتشهير وترحيل. فعقوبة التشهير عقوبة رادعة جدا. حتى احنا يعني انا لما اطلع مع هذه الوزارات انا كمتطوع واصور يقولون انتم ما شهرتوا احنا ما استفدنا شيء. انا مو مهمتي اني اشهر، لان هذه مهمة الجهات القضائية، لو انا اشهر اسجن انا. لكن انا جالس اقول لك انه في عندنا في البلد هذه المنتجات القذرة اللي يجب انكم تحذرون وتحتاطون، وانه هذا ايضا توعية، لان كثير من المجتمع متسترين بدون ان يعلمون. مين اللي يقول لك ليش ما تشهر؟ كأغلب الناس، يعني مثلا لما تروح مثلا لهذه المداهمات لهذه الأشياء ليش 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 ما تشهر؟ ما هذه مش مهمتك انت، حتى لا هو برنامج ولا ما نقدر نشهر، ولا وزارة تقدر تشهر. هذه لابد انها تطلع من القاضي في المحكمة. لكن الفكرة وين؟ الفكرة انه كثير من الناس انا لما اطرح هذه القضايا واقول ان وراها تستر، لابد أن في كثير من الناس ما يعرفون أنهم متسترين أصلا. أغلب الحالات الآن تعلمش في الشوارع تلقى أسماء محلات بأسماء رجال ونساء. في كثير من النساء يكون زوجها فتح مؤسسة تجارية وتستر، وهي ما تعرف وهي معرضة للعقوبة بأي لحظة لأنها هي المسؤولة الآن. نعم. وغير كذا التستر وش يخلق عندك؟ يخلق عندك مشكلة من حالتين. أولا انتشار البضائع هذه الضارة والقاتلة، وتحرم الوطن والمستهلكين من أنه تأتي بضائع أصلية بديلة بأسعار أرخص. فيك شباب كثير قابلتهم مثلا في المكياج في قطع الغيار، يجيك يقول لك أنا رحت للبلد الفلاني جبت بضائع ما أحد يشتريها مني. ليش؟ لأنه اللي في المحلات هذول يبغون بضائع مقلدة، يشتريها بخمسة ويبيعها بمئتين، عرفت؟ لكن ما عنده استعداد أنه يشتري أصلي بديل بخمسين ويبيعه بثمانين ريال. جاب كبير بين المقلد وبين الأصلي. الناس يقولوا لك ما في بديل أصلي. لا، البديل موجود، بس المشكلة ما هو جالس ينزل للأسواق بسبب حالات المافيا اللي موجودة وتسيطر بسبب هذه العمالة المخلفة. حتى العامل المقيم النظامي تضرر، لأنه كان يشتغل عند محل بشكل جيد يبيعون بضاعة نظيفة، ما حد يجيهم. تسميتها بالمافيا تسمية قوية. لا، هم مافيات، هي طيب. مافيات في كل قطاع، في مافيات والجهات الحكومية عارفة هذا الشيء. والمشكلة كشف حالات التستر ترى عملية معقدة. كيف؟ يعني تجي مثلا يجيك مثلا مندوب وزارة التجارة يدخل على محل في شك انه في تستر، في عنده قرائن اذا لقاها في المحل يعرف ان المحل هذا تستر، مثلا شيك دفتر شيكات موقع كامل،
بطاقات صراف مع هذا العامل باسم المؤسسة، أوراق فاضية، أوراق المؤسسة موقعة ومختومة، يعني في مبالغ يا أخي. في واحد من محلات قطع الغيار قبل عيد الحج رحنا له، العامل يشتغل فيه أو صاحبه بمعنى أصح المتستر عليه دخله الشهري 700,000 شهريا، 700,000 دخل شهريا 8 مليون. طبعا كم يعطي الكفيل هنا؟ 5,000 4,000. يعني هو وكفيله الآن حرموا أنه الشباب من هذه الفرصة أنهم يكونون في السوق، فقطعوا أرزاقهم. وحتى في ناس للأسف ما يبلغون عن هذول المجرمين، يقول لك ما بيقطع رزقه. هو اللي جالس يقطع رزق الناس الآن، مو أنت اللي تقطع رزقه، هو اللي ما يخاف الله. كثير من العمالة يجونك يشكون يبلغون، يقول لك احنا في محلات جالسين نبيع بضايع أصلية ما حد يجينا. ليش؟ لأنه مثلا هالكاس هذا قيمته 50 ريال، في واحد يبيعه على أنه أصلي هو مقلد ب30 ريال، فالناس بيروحون لهذا. صحيح. والناس في المقابل يقول لك أنا رحت المحل نظامي، بضاعته جاية من الدخلة من الجمارك وكذا وكذا، فيفترض أنه البضاعة اللي جالس أنا أشتريها أصلية، منش دريني أنا، ماني خبير أني أفحص كل بضاعة أشتريها. هنا نقول أنه في بضائع كثيرة جالسة تزور داخليا، ويوميا يصادرون بضائع ومطابع تزور هذه المنتجات. وأيضا سؤال للإخوان في الجمارك، أنتم تحتاجون حتى وقفة بالبرنامج مع الإخوان في الجمارك، لأنه في كثير من البضائع تنفذ مع الأسف الشديد. كيف تنفذ؟ حتى لما تيجي جهود وزارة التجارة وجهات أخرى، الناس مباشرة يقولوا لك طيب كيف دخلت للبلد؟ ما تقدر تجاوب. صحيح. طيب فيصل، أنت رافقت الحملات التفتيشية والمداهمات كثير، تمام؟ إذا ممكن تقبل أن تقولنا أبرز الأشياء المأساوية جدا اللي وجدتوها في بعض الحملات ناتجة عن التستر التجاري. آخر حملة اللي الآن بحولها ضجة كبيرة في محلات عطور تركيب، هذه اللي تيجي تدخل عند المحلات الشعبية تلقى علب قزاز أيه. كبيرة اللي يقول لك مثلا أسامي عطور يعبيها لك في علب فتولات. مو هو أشياء هذه المعامل اللي تجهزها، هم يجيبون أصلا العطور هذه ويركبونها هنا. العطور تدخل بشكل نظامي، لكن لها معامل ومصانع تعبئها مع الكحول بنسب موزونة، هذول يعبونها يدويا. لقينا تكرم عندهم قوارير بول. أوف. لأنه البول والله يجل السامعين هو مثبت للعطور، زين؟ أصل العطور تحتاج مثبت للون وللرائحة، ولكن هذا المثبت غالي فيستخدمون مو كلهم، بعضهم عشان ما نظلم. هذه صدمة والله، هذه كارثة. صدمة كبيرة. لكن لا تتوقع أنه أيضا عامل نظامي في البلد ممكن يعملها، أو تاجر شريف ممكن يعملها. ترى صار عند الناس حالة عدائية ضد كل التجار. ترى يا جماعة 80% من البلاغات اللي تصادر هذه المنتجات وتكشف بسبب تجار شرفاء. ولازم ان الناس تعرف لما نقول هذا الكلام انه احنا ضد التستر. لحظة كيف بسبب تجار شرفاء؟ انهم هم اللي بلغوا؟ اي يبلغون. أيه. طبعا. أوكي. لانهم هم اللي داخل السوق، هم اللي داخل السوق. طبعًا. هم متضررين. طبعًا انا عندي سؤال بصراحة، يعني اكثر صدمة من المعلومة. الحين كم لهم سنة في هذه الطريقة؟ المعمل حق العطور. اوكي. سنوات طويلة يعملون بهذه الطريقة. ليش يعملون بهذه الطريقة من سنوات ما حد يكشفهم؟ لأنهم يعملون داخل أحياء شعبية، أماكن مخفية، من نفس بني جلدتهم. أو عندك الفكرة السائدة اللي عند الناس لا نقطع رزقهم، بس ما يدرون إيش فيه في الداخل. ما يعرفون إيش فيه داخل هذه الأماكن وكيف تعبأ هذه المنتجات، ما يدرون الناس. لذلك تكون صادمة لهم لما تعرض. لما كنا من سنوات طويلة نقول إنه هذه الأشياء موجودة، أنا قلتها في 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 شهر 7، قلت هذا الكلام إنه في العطور في ناس كثير جو هاجموك يقولون أنت مبالغ، أنت كذاب. إلين شافوا. الله يقويكم. إلين شافوا بالعين المجردة. فبالتالي الجهات الحكومية تعمل، ولكن في قصور. نعم في قصور، نحتاج جهد أكبر، نحتاج عدد مراقبين أكثر، لكن لا نحملهم أكثر من طاقتهم، لأنه في مواطنين هم اللي جالسين يتسترون. طيب ممتاز. الحين فيصل، احنا استعرضنا كل هذه المشكلة وجوانبها، أستأذنك أنه ناخذ فاصل ونرجع نحاول نقدم الحلول اللي ممكن تسهم في حل هذه المشكلة. فاصل، مكملين مع فيصل عبد الكريم. حياكم
حياكم الله من جديد في أهل الحديث، ما زال مستمرا مع الأستاذ فيصل عبد الكريم عن قضية التستر التجاري. فيصل حياك الله مجددا في أهل. تكلمنا بصراحة بكثير من الوجع على فكرة التستر وبيناها. الآن علشان يكون طرحنا مفيد، إيش الحلول اللي تقترحها ولازم تكون موجودة عشان نقدر نحد من تزايد عمليات التستر؟ جميل. شوف يا سيدي الكريم، الآن لو يعني كثير من الناس في يعني التستر أثاره معروفة، يعني وجود بضائع قاتلة وضارة في الأسواق، حرمان الناس والشباب من الفرص التجارية أنهم يعملون بالتجارة، أضراره على الاقتصاد مهلكة. الآن أنت لو أي شخص في بيته، تمام ولا لا، عنده في بيته واحد من أبنائه جالس يسرقهم، تمام ولا لا، خلاص انت ظهرك مكشوف للناس، خلاص يعني بيتك جالس ينسرق من الداخل ما هو من الخارج. عرفت؟ هنا مشكلة التستر. الناس جالسة تلوم في الجهات الحكومية، تلوم في الجهات الحكومية. طيب انتم ما عرفوا انه المشكلة من الداخل، المشكلة انه من هذا المواطن اللي جالس يغطي. ليش؟ لانه عملية التستر التجاري صعب كشفها. اذا كان في مواطن متآمر أوراق نظامية وكذا وجالس يغطي عليه ويقول يعمل لحسابي وفاتح له سجل المؤسسة وفاتح له حساب في البنك، فصعب أنك تكشفه. فهمت المقصد؟ فتجلس الجهات الحكومية وزارة التجارة تبحث وتدور علشان تخلق وشلون منفذ أو ثغرة تكتشف من خلالها التستر التجاري. هنا أنت حالة مجتمعية تحتاج إلى ثقافة، أنه الإنسان يعرف وش آثار هذا على الاقتصاد وعلى أبناء البلد. هو إذا تستر لازم يعرف أنه هو حرم أبنائه في المستقبل من فرصة عمل، فرصة تجارة. وفي نفس الوقت هذا المال البخس أنت اشتغل بنفسك يا أخي. ليش أنت جالس في مرة بأحد المطاعم لما يعني فتشوا عليها ودخلوا لقوا كوارث في الأكل وكذا، فجوا قالوا نبغى الكفيل. طلع الكفيل ولد صغير يدرس في الجامعة، جو قالوا له تعال في فلوس، في مبلغ 160 أو 170 ألف في الصندوق. فقالوا له تعال. قال لا لا أنا ما يدري وش الموضوع التستر. قال لا أنا لي 900 ريال بس بالشهر وأمشي، هذه فلوس ما هي لي. أثبت على نفسه حالة تستر تجاري، يعني صعب أنك تكشفه. بنفس الوقت هذه المبالغ لو أنت شغلت واشتغلت كان طلعت مبالغ. لكن فيصل أنا بعطيك نقطة ثانية. الآن أنت تقول إنه الجهات المسؤولة مو كل المسؤولية عليها، الأفراد بالدرجة الأولى، لكن ما تعتقد إنه لو كان في عقاب رادع قوي لمن يكتشفون إنه بيتوبون اللي بعدهم؟ أنا وش قلت لك في البداية لما تكلمت عن التشهير؟ أي تمام، إحنا بحاجة لمزيد من عقوبة التشهير. التشهير ترى عقوبة، تمام ولا لا؟ التشهير أهم عقوبة. المبالغ ممكن الشخص يدبرها ويسدد، يسجن خلاص أخذ، بس العقوبة الرادعة للمجتمع هي التشهير. يعرف الإنسان أنه خصوصا في مجتمع مثل مجتمعنا محافظ، عقوبة التشهير أكبر عقوبة رادعة. شيء ثاني أنه لازم كل إنسان يكون عارف وش وراء هذا الموضوع، ويكون في ثقافة مجتمعية لمحاربة ظاهرة التستر هذه اللي جالسة تنهش. الآن على سبيل المثال كثير من الشباب الآن في مثلا قرار سعودة البقالات، على سبيل المثال يجيك شاب متفائل يفتح البقالة في عمالة هم اللي يسببون له الخسارة، هو خلاص الآن بيسكر، يقولوا له خذ 2000 3000 بدل ما تسكر، خلنا حنا نحاول، هم السبب في هذا الفشل. يطلعون 40-50 ألف شهريا يعطونا 2000، تمام ولا لا؟ ليش؟ لأنه هو ما باشر عمله من الصباح إلى المساء. تبي تفتح عمل تجاري لابد أنك تباشره من صباح الله إلى المساء. أما أنك بتروح وتترك حلالك خلاص، توقع سرقته، توقع أي شيء، وتوقع طيب أنك تفلس. وعشان نوضح لهم، فكرة أنك تسلمها إلى عامل وتأخذ منه مبلغ شهري هذا تستر تجاري. هذا تستر تجاري. لكن فكرة أنك تجيب العامل وتعطيه أنت نسبة مرتب شهري، راتب ونسبة، ما فيها شيء. هذه ما فيها شيء. هذه محفز، النسب محفزة، هذه عرف عالمي وشيء في القانون. يعني لأنه أنت لما تجي في نظام التأمينات الاجتماعية وكذا يقول لك كم عمولة العامل تكتبها وكذا، هذا شيء ما في شيء. طيب هذا رزق حلال. لكن أنه هو يتحول إلى تاجر، تخيل عاد الآثار مترتبة اللي جالسين نعيشها اليوم. إحنا نقول في بطالة، الشباب يقولون في بطالة، لا، الفرص العمل موجودة. لكن أول شيء
لابد انك الانسان تاخذ خبره عشان ما تفلس، تعرف وش فيه في السوق وتعرف وش يحاط من حولك. شيء ثاني لما تقدم على هذه الخطوه تكون انت ملم، تصير تاجر فعليا، وبعدين تباشر حالك، مو ست شهور وتمل مثل حق سيارات الاكل فود تراك وهذا، ست شهور يمل ويسلمها العماله وعقب شهرين ثلاثه ممكن تلقى عليها خلاص للبيع. لو باشرت حلالك 100% راح تربح وراح تحقق ارباح. نرجع للنقطه الاساسيه، الحلول في التستر التجاري يجب ان ترتبط بالثقافه المجتمعيه والتشهير كاردع عقوبه بالنسبه لهذا المتستر. وقبل لا نلوم العامل المتستر عليه، نلوم المتستر اللي هو المواطن اللي جالس يفتك باقتصاد البلد. هذه طيب. اهم نقطه. فيصل خليني احسن الظن جدا، واحسان الظن هذا مو جاي من فراغ، واقول لك انه في مجموعه من السعوديين كبيره جدا يمارسون هذه الشغلات اللي اسمها تستر تجاري وهو لا يعرف انها تستر تجاري. هذول كيف تلومهم؟ زين. طيب تتذكر في عام اظن 2013 او 2012 لما بدت حمله قويه كانت على العماله المخالفه، اي، وكان فيه يعني حمله اعلاميه قويه انه المتستر وش راح يكون عليه والتشهير والسجن. شفت كيف الجوازات صاروا الناس يوقفون فيها سيرها من الساعه 12 بالليل عشان يلحقون السيرها الساعه 8 الصباح، ايه؟ تمام ولا لا؟ وصارت عمليات تصحيح لاكثر من 2 مليون عامل، وتم ترحيل 1.3 مليون مخالفين. طبعا نتذكر وش المخالفين وش جاء عليها، تراتبيه، ضرب لرجال الامن، صار في فوضى في في, في وسط الرياض في جده، لانه هذه العماله تشتغل في مخدرات، تشتغل في اشياء كثيره. ف ما اتوقع اليوم ما احد يعرف وش اخطار التستر وش وراه، لكن احنا نحتاج ايضا تحرك من جهات الحكوميه المختصه على مستوى التوعيه، وعلى محتاجين يعني الان حمله وطن بلا مخالف. نحتاج ايضا انه يرتبط فيها في وطن بلا مخالف المتستر وش يترتب عليه، نحتاج عقوبات رادعه. يوم جات تهديد من الدولة شفت كم اللي صححوا. فالآن لو يتم فعلا مرة ثانية حملة قوية مرتبطة فعلا بعقوبات يرونها الناس مثل في هذاك الوقت، صدقني راح تنحل الأمور بسرعة. والله أنا أتمنى أن هالخطوة تصير سريعا. طيب أباخذك لإحصائية نشرتها وزارة التجارة والاستثمار وأخذ تعليقك عليها بحكم تخصص. الوزارة أعلنت أنه في عام واحد أو في العام الأخير 871 حالة أحيلت إلى النيابة العامة، وعندك 14,000 زيارة كانت للمحلات اللي زيارات مفاجئة بحكم كشف التستر التجاري. هذه الأرقام جيدة ومقنعة ولا أقل مما لا هي؟ شوف حالات التستر عندنا بعشرات الآلاف. 871 أنت رصدتهم، ترى اللي يعرف صعوبة عملية التستر، ترى في عند وزارة التجارة مراقبين للأسواق للبضائع ومراقبين للتستر. مراقبين التستر يملكون صلاحيات أكبر، يعني يقدر يكسر خزنة، يقدر يفتح محل، يتخذ اجراءات كثيره ما يقدر ياخذها المراقب التجاري، يتاكد من عدد الصرافات والفلوس، يتاكد من كل شيء. زين، فعمليه صعبه. يعني تخيل انه يدخل مثلا عند مؤسسه او محل، مؤسسه ضخمه تشتغل بالملايين، عندهم مئات الفايلات، يجي المراقب يشيلها كلها، يجلس يدرسها يمكن اسبوع اسبوعين حتى يلقى ثغرات التستر. عمليه صعبه ومعقده جدا اذا بتاخذها عن طريق موظف حكومي. حلو فيصل، تبغى تقول انه 871 عدد ممتاز. عدد ممتاز، لو يطلع 871 اذا كانوا مثبتين تعطيني فيهم عقوبات رادعه وقويه وتشهير. ليش عقوبات رادعه بعد؟ وانا اقول ممكن توصل الى تعزير، لانه 871 اغلبهم مش حلاقين ولا مهن يعني عادية، لا، يشتغلون في قطع غيار مقلدة، في نظارات مقلدة، في احتمال بعض الأدوية، أشياء كلها خطيرة، عرفت ولا لا؟ وتسبب أمراض وكوارثية. فشفت شلون التستر يرتبط، أرجع أنا لأنه الموضوع ترى صعب بس سهل، شوف شلون التستر يرتبط بالخطورة على المستهلكين. فلو جانا من 871 قل 500 جاء عليهم عقوبات تشهير،
المشكلة القضايا الآن تطول، احنا متفائلين الآن المحاكم التجارية دشنت قبل أسبوعين، صحيح. متفائلين انه خلاص القضايا يتم البت فيها بسرعة، خلاص اذا انت عندك مراقب حكومي اثبت لك وعطاك المستندات انه هذه قضية تستر، ليش القضية تاخذ سنتين سنة ونص؟ ولذلك علينا بما انه هذه الارقام ارقام مبشرة وجيدة انه نشكر وزارة التجارة والاستثمار على هذا وندعوهم انهم يزيدوا من هالحملات، الله يقويهم ويكشفوا كل والناس ما يفهمون ترى انه لما وزارة التجارة او وزارة العمل تضبط هذه الحالات مين هي اللي تتخذ عقوبات؟ تتخذها الجهات القضائية، تتخذها الجهات القضائية، حتى المحل لما يعني في محلات خلاص اوريدي صدر فيها مصادرة بضاعة تقفيل المحل ينفذون، لكن لما يجون يسكرون محل اقفال المحل مو معناته انه خلاص قفل، هو يستدعونه علشان يقولوا له انت منين جبت البضاعة، يتأكدون في حالة تستر ولا ما فيه، يسوون مع تحقيق وبعدين يحل جهات اخرى. اصلا الوزارات ما بيدها انها تاخذ هذا الاجراء التشهير، ليش؟ لعدة اسباب. انا فيصل ودي اشهر بالمحلات اللي ادخل اقول دخلنا في المكان الفلاني في السوق الفلاني، لانه ممكن التشهير يعدم سمعة شخص ويكون بالخطأ، ممكن مراقب هذاك اليوم تعرض مثلا من العامل لاعتداء ويشهر فيه وما يكون في حالة تشهير، لكن لما يطلع لما يطلع من قاضي يكون قرار منصف، لأنه ممكن أنه التشهير يستخدم بطريقة سيئة أو حتى ابتزاز، يتم ابتزاز الناس أنه تعال بشهر فيك. لذلك حتى الناس لما بيجون يصورون أشياء ممنوعين من التشهير، لأنه ممكن يجيك شخص يقول يتبلاك في مطعم يقول أنا لقيت شيء هو اللي حاط، يقول لك بشهر فيك ولا أعطني 50,000 وانت مضطر. لذلك منضبطة عملية التشهير مضبوطة من الدولة انها تكون عبر جهاز قضائي، بس احنا نحتاج عمليات اكبر من التشهير واسرع. طيب في نقطة اقدر اقول عنها اخلاقية وانسانية بالدرجة الاولى، انت اكدت عليها في حديثك كذا مرة وقلتها لي تحت الهواء، الا وهي انه ما ناخذ احد بجريرة احد، صحيح. انه ما نقسو على كل الوافدين الموجودين، صحيح. بسبب اخطاء، ايش تحب توضح ولا التجار من واقع معايشتك للمال ولا التجار ما ناخذ الاثنين؟ اولا التاجر النظامي ما راح يتلاعب بسمعته، المستثمر الاجنبي ما راح يتلاعب بسمعته، انت عندك حاله تستر، هو يشتغل اساسا باسم شخص اخر ما يهمه سمعته، عرفت؟ هو يقول انا اي وقت بنصاد حولت فلوسي ومشيت، سجنوني سنه ولا نفذت ومشيت، صح. تمام ولا لا؟ فلذلك الناس يرون انه والله خلاص هذا 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 المقيم انه يشتغل في محل محتل، لا يا اخي اصلا هذول هذول مافيات. لعلمك كثير من اصلا هذول العماله اللي يغشون يقلدون، واثبت لك انها مافيات، لما يجون يقبضون عليهم يقولون لهم من اللي جاب لك البضاعه هذه؟ يقول لك ما اقدر اعلم، تقول له بس جنك، يقول اسجن، بعدين يجيك يترجع يقول يا جماعه انا ما اقدر اقول، ترى ان قلت بيذبحون عيالي في ديرتي. اي والله اي والله اي والله دائما هذه الكلمه دائما، ترى اذا رجعت بيذبحوني. ترى هم يبالغون ولا يقولون؟ لا يقولونها فعليا. لا يبالغون عشان يطلعوا من الموضوع. لا يقول لك اسجني، تقول له فيها سجن 3 سنوات، يقول 3 سنوات 3 سنوات ولا ينذبحون عيالي. احنا كذا نتكلم على خطوره تتجاوز كل. لذلك انا بقول لك شيء، الحملات الامنيه المشتركه مع الجهات الرقابيه، وزاره التجاره، وزاره العمل، كل الجهات ذات العلاقه من شرطه، من جوازات، من غيرهم، ترى بشكل يومي عندهم حملات امنيه في 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 في, في اغلب المدن، في الرياض بشكل شبه يومي تراها موجوده، مداهمات الناس ما تدري لانهم ما يظهرونها هم للاعلام لاسباب كثيره، فتراها موجوده يوميا موجودة، يعني ما هو أن الجهات الحكومية نايمة، يروحون رجال أمن يواجهون أشياء ويواجهون خطورة، لكن ما هي منشورة الإعلام، لأنه هذا عملهم أصلا، ما هو شو إعلامي. فبالتالي لا نأخذ أحد بجريرة أحد، التاجر الشريف تاجر شريف، والمقيم النظامي مقيم نظامي، والتاجر المستثمر الأجنبي اللي داخل البلد بطريقة نظامية هذا 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 شخص نظامي، وإحنا ما نقدر يعني نستغني عن العمالة المقيمة، ما نقدر، لأنه عدد المحلات عدد الأسواق، المملكة مترامية الأطراف، ترى إحنا عددنا كم؟ 23-24 مليون، يا أخي البقالات عندنا في البلد 250,000، عرفت ولا لا؟ وعدد العاطلين 1.5 مليون، احنا بحاجتهم ويبنون معنا وبنوا، بس هذه الفئه جلسه تخرب على البقيه، ايضا اللي صاروا يرون انه كل التجار نصابين، هذا غير، يا اخي انا تاجر، تعرف؟ انا عملي تجاره.
وجالس أحارب المقلد وجالس ليش؟ لأننا مستفيدين إذا نظف الأسواق. شكرا لك، الله يكثر من أمثالك فيصل عبد الكريم، شكرا لحضورك لإضاءتك لكل هذه الثقافة المهمة اللي سمعنا منك، شكرا جزيلا لك. إذا مثل ما ننتقد كثير من الجهات على تقصيرها ونطالبها بالتحسين، علينا أيضا أن نشكر الجهات اللي تقوم بعملها بشكل جيد جدا، ولذلك هذه تحية لوزارة التجارة والاستثمار، وتكفون ثم تكفون ثم تكفون، اضربوا بيد من حديد على موضوع التستر التجاري حتى نكون أفضل. هذا كل ما لدينا في حلقة يا هلا هذا المساء، شكرا لمتابعتكم، غدا يتجدد معكم يا هلا ليوصل صوتكم ويحكي همومكم ويفتح نافذة أمل. تصبحون على خير.